السلام عليكم ورحمه الله متتبعين قناه عالم شهي مع درصاف. مرحبا بكم معايا في وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم طريقه تحضير غلاس او ايس كريم رائع جدا. الا شفتوه داير بحال الكيك، يعني يقدر ملي تحطوه ما يعرفش الواحد واش هذا كيك او لا غلاس. رائع جدا جدا بمعنى كلمه. غنديروه بطريقه اللي هي غتكون مضبوطه، بحيث انه غيجي فيه المذاق ديال الغلاس اللي كناخذو من برا تماما، وكيجي معلك وما كيجيش فيه الثلج نهائيا وكيجي شاد راسو. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وبسم الله توكلنا على الله. بالنسبه للمقادير ديال الكلاص، غادي نحتاج فيه اولا نصف لتر من الكريمه السائله. خدمت بالكريمه السائله اللي هي بدون سكر، ما فيهاش السكر نهائيا، او الا خدمتوا بها فيها السكر غادي تحاولوا تنقصوا السكر في الحوايج الاخرين. غنحتاج كاس من الحليب بودره اللي كيعطينا قوام رائع للكلاص. عندي كذلك علبه من الحليب او نيسلي اللي هو كراميل، ماشي الحليب المحلى وانما الكراميل اللي كيتصاوب بالحليب المحلى المركز او اللي كيتباع واجد بهذا الشكل هذا، يعني سواء تشريوه وطيبوه او لا تشريوه واجد كراميل. غادي نحتاج بالنسبه للمقادير الثانيه او للمرحله الثانيه الكريمه الانجليزيه، بحيث غادي نديروها بطريقه اللي هي سهله جدا خصوصا للناس اللي كيخافوا منها او اللي كتخسر عليهم. غادي نديروها بواحد الطريقه اللي هي بسيطه. غادي نحتاج فيها نصف لتر من الحليب، عندي 5 ديال صفار البيض. غادي نحتاج كذلك 75 غرام من سكر سنيده، تقريبا كاس عنب الى ربع، 3 صاشيات ديال الفاني او ممكن ديروا ليك ستريت فاني او النكهه ديال الفاني او لا الكوس ديال الفاني. وغادي نحتاج واحد الملعقه من النشا. هذه الملعقه ديال النشا هي اللي قلت لكم غادي تخلي الكريمه الانجليزيه تجي بسيطه بالنسبه لكم، يعني ما غتخافوش منها نهائيا انها تقطع. هو في العاده ما كنديروش النشا نهائيا، ولكن حاولت نديرو غير باش تحصلوا على نتيجه اللي هي تكونوا متاكدين انها ناجحه 100% وما تخافوش منها انها تخسر لكم ولا تقطع. غادي نرد الحليب على نار يسخن. في هذا الاثناء غادي ناخذ صفار البيض مع نصف كميه ديال السكر وما تبقى ديال السكر، غادي نخليه مع الحليب. غنزيد الملعقه من النشا، ملعقه كبيره من النشا، زائد 3 صاشيات ديال السكر الفاني، ممكن ديروا حتى 4 ديال صاشيات سكر الفانيلا. كل ما كان الفاني كثير كل ما كانت احسن. غادي نخلط هاد الشيء مزيان حتى كيولي عندي اللون ديالو فاتح واللون ديالو ابيض. ضروري ما نخلطوا واحد شويه بالفوي او لا بالضراب حتى كيولي اللون ديالو فاتح بهذا الشكل هذا. ملي كيسخن الحليب غادي نزيدو على هذا الخليط وانا كنحرك باش ما يطيبش ليا البيض. كنزيد الحليب شويه بشويه وانا كنحرك، ومن بعد غادي نردو الكسرونه وغادي نردو على نار اللي هي ضعيفه جدا جدا. وهذه اهم حاجه للكريمه الانجليزيه انها تطيب على نار اللي هي ضعيفه جدا جدا، وهذه حاجه مؤكده لانه لمجرد ما كنطلعوا النار اولا كنجهدوها كتقطع الكريمه وكتخسر. هذا علاش نار ضعيفه شمعه وكنبقى كنحرك باستمرار بواحد السباتول او لا ماريز، المهم كنحرك بدون توقف بدون توقف. بالنسبه للكريمه الانجليزيه في العاده باش كنعرفوها طابت، يعني كتكون مازال ما وصلتش للغليان، وملي كنقيس السباتولا بيدي او كندير واحد الخط بيدي ما كيطلقوش ليا الكريمات بهذا الشكل هذا اللي غتشوفوا معايا حالا. ولكن دابا بما انه دايرين النشا فهي في جميع الحالات غتقل واحد شويه، يعني كنخليوها على نار هادئه مع التحريك المستمر بدون توقف. ملي كندير هاد الخطا هذا كيبان لكم انه يعني ما كيتلاقاوش، هذه اول حاجه. ثاني حاجه كندوق كنلقى انه المذاق ديال البيض ما بقاش كيبان وراه ما كيبانش نهائيا. وثالث حاجه ما نخليهاش تغلى، الا غلات راه غتخسر الكريمه. هذا علاش غير كتخثر وكتبدا كتقال وكتكون قريبه انها تغلى، مباشره كنوقف النار او كنطفي النار وكنجيب واحد البول اللي كتكون بارده من الثلاجه كندير فيها الكريمه ومن قبل كنصفيها. ضروري ما نصفيها، ويلا لا قدر الله خسرت لكم الكريمه او تقطعات يعني نسيتوها على نار، غادي غير طحنوها فقط وتصفيوها وتحطوها في واحد البول اللي تكون بارده باش كنبلوكيو الحراره ديالها وما كتزيدش تكمل الطياب. ومن بعد كنغطيها بالبلاستيك الغذائي اون كونتاكت مع وجهها وندخلها للثلاجه حتى كتبرد تماما. في هاد الاثناء غادي نطلع الكريم شونتي او الكريم فريش، كنطلعها حتى كتولي عندي شونتي وبدون سكر. ما كنطلعها حتى كتكون الكريمه ديالي بردات او الكريمه الانجليزيه بردات تماما. من بعد
ما كتبرد تماما، ممكن تخليوها حتى لربعة ديال السوايع او خمسة ديال السوايع، كل ما بردات كل ما كان احسن. القوام ديالها كيكون بهذا الشكل هذا، لانه قلت لكم ديك الملعقه ديال النشا اللي درنا خلاتها واحد شويه تجي ثقيله على المعتاد. غادي نجيب دابا لا شونتي اللي طلعت او الكريم فريش اللي طلعت بالباتور الطراب الكهربائي، غنزيد عليها الحليب البودره زائد العلبه ديال الكراميل نيسلي. بالنسبه لهذا الكراميل اللي ما عندوش ممكن يدير 4 ديال دانيت كراميل، ولكن انا كنفضل هاد الكراميل ديال الحليب المحلى المركز، لانه كيجي كيخلي الكريمه كتجينا او الكلاص كيجينا كريمي اكثر، وكيعطي واحد المذاق رائع جدا. غادي نطرب الكل واحد دقيقه غير كي يمتزجوا ليا. مباشره غنزيد الكريمه الانجليزيه اللي كتكون بارده جيدا، وغادي نرجع نخلط الكل، ولكن ما كنكثرش التراب، فقط يعني ممكن غير يدويا غير تنحس بانه كلشي امتزج. ومباشره غادي نوقف التحراك. بالنسبه للقوام اللي كنحصل عليه فهو قوام كريمي بهذا الشكل هذا، ما كتكونش سائله وانما كتكون كريميه بهذا القوام. من بعد غادي نجيب الساخ كيفاش غادي نخدم، ومن طبيعه الحال اللي ما عندوش غديروا غير بواط ديال البلاستيك اللي غتغلفوها مثلا من الداخل بالفيلم اليمونتيغ باش تعاونكم، او لا بدون، وديروا فيه الكلاص ديالكم، وملي تيجمد غادي تقلبوه، يعني كتخليه يترخى شويه وكتقلبوه. بالنسبه لي انا غادي ناخذ الساخ كي غنديروه في طبق التقديم، ممكن ديروه في اي طبق اللي كيدخل الكونجيلاتور. غادي نغلف الجوانب ديالو بالفيلم اليمونتيغ كيف كتشوفوا، كندخل داك الفيلم اليمونتيغ في الجوانب غير باش الكلاص ما يخرجش ليا من الجناب، يعني هذه غير اسيس باش ما يخرجش ليا الكلاص من الجناب. وغادي ندير الكلاص ديالي في الوسط ديال هاد الساخكل. وكي قلت لكم شوفوا معايا القوام ديالو راه كريمي ماشي سائل، يعني كيجي كريمي، وغيبان لكم انه يعني قبل ما يجمد غادي يبان لكم بانه غيجيكم كريمي وما غاديش يجي فيه الثلج نهائيا. غادي نسرح ليه الوجه ديالو مزيان، غادي نقادو ونحاول انني نضرب واحد شويه مع البلون دو طرافاي غير باش يتقاد، ونحاول نسرح ليه كي قلت لكم الوجه جيدا، ومن بعد غندخلو الكونجيلاتور حتى كيجمد تماما. من بعد ما كيجمد غنتقل للتزيين. غادي نحتاج فيه 150 غرام من الشوكولاته السوداء، انا خدمت بشوكولاته سوداء نوعيه جيده، مع علبه ياغورت بدون سكر. كندوب الشوكولاته في حمام مريم وكنزيد عليه الياغورت بدون سكر حتى كنحصل على غاناش بهذا الشكل هذا او بهذا القوام هذا. غادي نديرو فواحد القريعه غير باش غتعاونني في التزيين، بطبيعه الحال ماشي ضروري، ممكن انكم ديروا التزيين غير بالملعقه غتشوفوا معايا. بالنسبه للكلاص فانا راه خليته تقريبا 6 سوايع، وكل واحد على حسب المجمد اللي عنده، يعني راه جمد. دابا غادي نحاول انني نحيد منه الساخكل، وكي قلت لكم اللي دار بواطه فكتحاولوا غير تقيسوها من الجوانب بيديكم اولا بشي طورشون اللي يكون سخون باش تقدروا انكم تقلبوها بسهوله وتخرج لكم البواطه بسهوله. انا هاد الساخكل هذا كندوز عليه واحد طورشون اللي هو فيه ماء ساخن، وكنفك الجوانب بكل سهوله. ومن بعد غنجيب الكناش مباشره مع حدو دافي، غادي ندير به هاد الدميعات هادو. كي قلت لكم تقدروا ديروا غير بالملعقه فقط، وهاد الطريقه هادي كتجي يعني بحال شكل ديال شي كيك، يعني حتى اللي شاف الكلاص ديالكم الا قدمتوه قدامه ما غاديش يعرف بانه كلاص حتى كتقطعوه، يعني تيبان بحال شي كيك تماما. ملي غادي نكمل هاد الدميعات كاملين بالكناش، وضروري يكون دافي، وراه كي كتكبوه كيشد في الكلاص لانه الكلاص جامد، ما ديروش الكناش بارد لانه ما ينزلش ليكم، ضروري ما يكون دافي باش يعاونكم. وغادي نغطي دابا الوجه او الوسط ديال هاد الكلاص كامل بهاد الكناش. ومن طبيعه الحال التزيين الا ما عجبكمش تقدروا انكم ديروا حاجه اخرى، من طبيعه الحال تقدروا انكم ديروا اللي بغيتوا وعلى حسب الرغبه. المهم انا لاباز ديال الكلاص عطيته لكم، وراه كيجي رائع هذاك الكلاص بهذه الطريقه هذه كيجي رائع. وحنا كنعرفوا بانه الاساس ديال الكلاص راه هو الكريمه الانجليزيه، هذا هو الاساس ديال الكلاص ديال برا. من بعد الكلاص ديالي شوفوا راه شد ديك الساع لانه الكلاص جامد. غادي ناخذ واحد شويه ديال بودره الشونتي اللي طلعتها مع الحليب، وزدت فيها شويه ديال الكاكاو ديال الشرب، وكنحاول ندير وريضات بالجيب الحلواني بهذا الشكل هذا، يعني تزيين اللي هو كي قلت لكم غير اختياري. ومن بعد غادي نجيب بيسكوي، اي نوع البيسكوي، انا خدمت بالبيسكوي يعني المعروف، وغادي نديرو في الجوانب بهذا الشكل، يعني راه الفيديو موضح كل شيء. كي قلت لكم هذا الشيء كيبقى اختياري، لكم الاختيار، هو هكا كيجي الشكل ديالو راقي وزوين بزاف.
من بعد غناخد قطع ديال الشوكولاته غنديرهم فوق من كل وريضه، يعني كندير وريضه فوق منها بسكوي وريضه فوق منها الشوكولاته. او لا ممكن تكتفيوا فقط بالمكسرات، او لا عندكم صوص كراميل واجده تقدروا انكم تخدموا بها، ما كاين حتى شي مشكل. من بعد غادي ناخد شويه ديال لوز مع قرقاع اللي محمراهم ومهرمشاهم وغنديروهم في الوسط. انا بالنسبه لي الكلاص شي حاجه مهمه تكون فيه شي حاجه مقرمشه، ضروري من داك الكروكون من الفوق، ضروري ما يكون شويه ديال اللوز او لا قرقاع محمرين، اي حاجه المهم تكون فيها هذيك القرمشه كتجيني انا شي حاجه اللي هي مهمه. ومن طبيعه الحال لكم الاختيار. درت هذاك المكسرات في الوسط وغادي نرجع الكلاص ديالي للكونجيلاتور لانه ترخى من قبيله وانا خدامه به، غنخليه في الثلاج في الكونجيلاتور واحد شويه، عاد ديك الساعه غادي نقدمه. وهذا هو الشكل ديالو كيف كتشوفوا، كيجي راقي المنظر ديالو، كيجي رائع بحال شي كيك كيف قلت لكم، والمذاق ديالو ولا اروع، كيجي كي قلت لكم معلك من الداخل، كيجي كريمي ما كيجيش فيه الثلج نهائيا. شوفوا معايا كنقطعوا بكل سهوله، ما فيه لا ثلج لا حتى شي حاجه. حاجه واحده انكم ما تقدموش الكلاص وهو جامد 100%، يعني كنعرفوا الكلاص ما كيبغيش يكون جامد 100%، غير يكون شاد راسو او لا يكون جامد بديك 80%، او لا الا خليتوه مثلا في الكونجيلاتور مده طويله تقدروا ملي تبغوا تقدموه تخليوه واحد 5 ديال الدقائق يترخى، عاد كتقدموه بكل سهوله، كيجي حتى كريمي ما كيجيش يابس. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون عجبكم، كنتمنى الشرح يكون واضح والفيديو يكون يعني كل شيء مشروح فيه مزيان. نقول لكم خليتكم على خير، نشوفكم في فيديو مقبل ان شاء الله، وباذن الله الى اللقاء.